هاي قعدتنا بالفندق، جاي انقل الفيديوهات للهارد لان الرام قبط. صح، الغرفة شوي مكركبة كالعادة. سي ستار منور عمري، انت النور حبيبي، ايوه الغالي. تسلم يا ولد. السلام عليكم اصدقائي، شلونكم شخباركم؟ اليوم راح نروح لطريق حراج فايتس وشارع الوان بالرايد مالتهم. الولد مستعدين وانا طبعا الدراجه عفتها ببغداد، راح نكمل صيانتها ونشوف شنو الحل. ما ارجع انا لوحدي اخذ الروح. رايد فريق عراق فايتر. تعال جيب زيد، تعال جيب زيد، جيب جيب هذا تليفونك، جيب تليفونك. كان هناك كانت تتفكري ورا السيارة الحمراء. هناك مكان هنا؟ ايه هناك مكان هنا. ومتوجهين حاليا بطريق عراق بايكر. طالعين اربع دنازات. يلا توقف. هنا ايش فيه؟ ما في ابوي. شلون البارحة طاير؟
فريق عراق بايكرز قاعد ينتظرون الولد بعدهم. قدم خدم يا قدام ايش فايدة تعال روح لك نورينك يا باسل علي يا حبيبي يا حبيبي نورينك يا باسل حبيبي منور كابتن حسنين الميزان للكوت للشمال واجب ان يبلغ قبل ما يطلع يبلغ بلال يبلغ عماد يبلغ باقي المساعدين ذاك اليوم المساعدين هم راحوا سفره وحدهم بلغني كابتن عماد قال لي كابتن ريد روح قلت له الله ومحمد وعلي وياك الفريق ما طالع بس اما اذا انتم تريدون تروحون ميسرين وموفقين ان شاء الله اوكي كذلك عمر وسيف هم راحوا ميسرين الله ومحمد وعليهم بس ما في خبر بس ما في خبر بعدين نسولف في الموضوع الصح يعني في عمر مرض عليه الله يحفظهم طبعا فريق عراق بايكرز خلصوا الرايد خلص مالتهم وراحوا صاحب قبس الكابتن كان عضو وياهم طبعا تعشينا وهذا المطعم الراقي ما شاء الله واكلهم حير طيب ونازلين رايحين الفندق شوفوا منو قاعد يمي دباعة منو حياك حبيبي كابتن ايوب الغالي سفرة سعيدة ان شاء الله شانك كثير حبيبي ايوب السفرة وياك جدا ممتعة حبيبي الغالي على راسي حبيبي والله كانك خالي حبيبي عقوب ان شاء الله عجاب الله كريم الله كريم عجاب الله كريم حسنين راح يموت الزايق طبعا سايقنا وبالتكتك ما يدري بينا من البصرة بندا قبل طبق التكتك جاي يفتري ودينا الاهل ضايفنا والله كلكم كرم الله يهديكم الله يهديكم الله يحفظكم بس قلنا له جماعتنا كلها موجوده بالفندق قاعد يتهاونون الحظر يوم الخميس يا جمعه حظر قاضينها الطفر والله طفر الصفر انا وياك روح توكل بالله توكل حياك الله حياك الله يلا اسعد اسعد روح تشوف انت تشوف 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 سفره جدا جميله اسمها زرازير البراري راح نسميها احنا سفرتنا ان شاء الله من البصره لبغداد زرازير البراري طبعا الولد ابو التيك توك من دربينا من البصره سوى المستحيل ما خلى رصيف ما صعده على ما وصلنا قاعد ربك الله يديك الله يديك والله كفو والله والله ما خلى رصيف وانت شفته بعد حضر تجوال التاكسيات ما يتمشى فما خلى نصيف ما صعده جزاك الله خير الله عبدك هذا ربك الله عبدك حبيبي مشكورين الله عبدك الله يحفظك الله عبدك يمي ولا تلح
اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا شباب حياكم الله. هاي المحلين الكابتن جلال هو عضو قديم بنادي عراق بايكرز خيار من الدرجة الأولى، هو اللي أكثر الفرق اللي موجودة بالعراق هو فيطلهم اليلقات والشعارات واللوغوات والبنات. راح نسوي جولة هسه وياكم، راح نشوفكم شنو أكو موجود غراض هنا، حتى أي بايكري أو رحال موجود من كل الفرق. طبعا تحية يعني. تحية خاص نص لكل الفرق بالعراق، أخوتنا وأصدقائنا وأهلنا. راح نسوي لكم هسه فرة سريعة على مود تشوفون شنو تحتاجون شنو ما تحتاجون. طبعا هو بالسعدون المحل وتليفونه همنا موجود. كابتن جلال حياك الله. حياك الله حبيبي. هاي الكاميرا لك، عرفنا الشباب على المحل وإن شاء الله راح نسوي جولة عليهن على مود نسوي فلوق هذا ونشره لك. رحم الله والديك. ماشي حياك الله. ابقوا البطل أيوب كابتن أيوب. الله يبارك. ودي للمحل الثاني همنا. هاتي سكان مال هاردي. هاتي سكان ديالا قال. حلو. 56 تريجة. هذا شنو هذا؟ هذا سكان عندي. حلو. هاي كابتن ثريدي مو؟ ايه ايه. هذا كله يضوي هذا. مضروب عليه الاسمه اللايت. ها خذ قطعه. كابتن. شلون البصرة؟ نعمة. الحمد لله نعمة. عمول العزيز. شو سوق قلت راح اشمره هو شلون كان هاي ولا بسيد لا والله شيء اطلع بس هذا بدك هاي وكاله هارد ديسك جديده هاي ما ملبوسه حلو مبطنه بها مكان مال هيدسيت مال باور بانك تقدر تخلي نقالك هنا وطلع الهيدسيت منه حلو هو مال باور بانك قعدت لعلا وقعدت المحل ناقص شلونك شلونك حبيبي شكله بالبيض ضايجاني شنو بابو انت عكم ها اي واحد ببالي حفاي المحابس اول حرف من اسمه حسن هي الحلاق محمد يلا قاسم سوادي طلعنا من محل جلال والسيد علي السوق هاي الجنطة اللي ماخذها بها غراض ورايحين للفندق لان كلش تعبنا راسي بعد ما احس بيه دراجات الولد انا دراستي بعد راح اخليها حبيحة خذ اضرب ايه لا سيد ما البط سلام عمرها اخويا ايوب حبيبي تصبح على خير اجمعين طبعا اليوم انه الثاني ببغداد قاعد بالفندق حسان الولد افقين طلعوا عدم شباب خلصونا رجعون انا قعدت اخذ الفيديوهات نزلتها بالحاسبه انا مو افرغ ان كان بالكاميرا